كلنا سمعنا عن العلاج بالإبر الصينية، ودي تقنية علاج تعتمد على الوخز بالإبر في أماكن معينة في الجسم. انتشرت تقنية العلاج بالإبر الصينية في العالم كله، وأثبتت نجاحها في حالات كتير. في سنة 1991، عالم أمريكي اسمه جيري كريك ابتكر تقنية جديدة في العلاج بتشبه طريقة العلاج بالإبر الصينية، بتعتمد على التربيت أو الطرق على أماكن معينة في الجسم اسمها نقاط الطاقة. أكثر ما يميز التقنية دي في العلاج إنه ممكن أي حد ينفذها بنفسه، ومش هتحتاج أكثر من 5 دقائق. تقنية الحرية النفسية EFT أو Emotional Freedom Technique بتساعدنا في التخلص من العديد من المشكلات النفسية والمخاوف والفوبيا، عن طريق إزالة الترسبات النفسية اللي موجودة جوانا واللي بتكون أساسا سبب للكثير من الأمراض. لو افترضنا أنه في حد بيخاف من الأماكن المرتفعة أو فوبيا المرتفعات، أو حد بيخاف من الأماكن المغلقة زي الأسانسير مثلا، وحد بيخاف من بعض الحيوانات زي الثعابين، عن طريق تطبيق التقنية دي في العلاج نقدر نتخلص من كل ده ومن مشاكل تانية كتير. قبل ما نشرح طريقة تنفيذ تقنية الحرية النفسية، محتاجين نعرف ايه هي نقاط الطاقة. نقاط الطاقة هي 13 نقطة موزعة في أماكن محددة في جسم الإنسان، مسؤولة عن تنشيط حركة الدم داخل الجسم عن طريق تحفيز المخ بواسطة التربيت أو الطرق، وده اللي بيخلينا لما نفكر نربط على الدماغ عشان ننشط المخ. فكر في أي مشكلة عايز تتخلص منها أو أي فوبيا بتعاني منها، وحناخد الخوف من الثعابين على سبيل المثال. فكر الخوف اللي موجود عندك قد إيه، حاول تحط له درجة من 1 لـ10. الخطوة الأولى استحضار المشكلة، نضرب منطقة الكاراتيه بأي طريقة ونستحضر المشكلة ونقوي أنفسنا بتقبل ذاتنا. يعني نقول أنا بخاف من التعابين لكن أنا راضي عن نفسي تماما وبعمق. نقول العبارة دي 3 مرات، وممكن نقول العبارة دي بأي طريقة إحنا عايزينها. الخطوة الثانية نقاط التسلسل، نربط على نقاط الطاقة اللي ذكرناها مع ذكر المشكلة 7 مرات كحد أدنى. نقطة فوق الرأس ونقول المشكلة الخوف من التعابين، بداية الحاجب الخوف من التعابين، طرف العين الخوف من التعابين، وسط تجويف العين الخوف من التعابين، تحت الأنف الخوف من الثعابين، بين الشفة والذقن الخوف من التعابين، تحت الترقوة الخوف من التعابين، جانب الجسم تحت الإبط الخوف من الثعابين، طرف الإبهام الخوف من الثعابين، طرف السبابة الخوف من الثعابين، طرف الوسطى الخوف من الثعابين، طرف البنظر الخوف من الثعابين، بين المعصم والكف من الأسفل الخوف من الثعابين. الخطوة الثالثة منطقة الجاموت. منطقة الجاموت هي المنطقة بين الخنصر والبنصر على الكف من الأعلى، نربط على المنطقة دي ونعمل 9 حركات. نقفل العين، نفتح العين، نبص لتحت يمين، نبص لتحت شمال، نبص بحركة دائرية، نبص بحركة دائرية في الاتجاه المعاكس، الدندنة بأي صوت، العد من 1 لـ5 بسرعة، 1 2 3 4 5، الدندنة بأي صوت مرة تانية. طبعا الحركات والأصوات دي عشان ننشط في الصيد الدماغ.
نعيد نقاط التسلسل مرة تانية. بعد ما نخلص ارجع شوف الخوف اللي عندك نسبته قد ايه، حاول تحط له درجة. لو لقيت انه لسه الخوف زايد كرر النقطة التانية لغاية ما تلاقي ان المشكلة انتهت بالنسبة لك. حركات بسيطة ممكن تخلصنا من مشاكل كتير. طبعا مش لازم يكون عندنا مشاكل عشان نطبق الموضوع ده، بس اكيد مش هنخسر حاجة لو عملناه مرة في الشهر او كل اسبوع او حتى كل يوم، لانه هيجدد نشاط الجسم ويصلح حاجات كتير جوانا. اي حد ممكن يستفيد من الموضوع ده. اتمنى انكم تجربوه على نفسكم وعلى الاشخاص اللي حواليكم، لانه بكل بساطة ممكن نطبق التقنية دي على نفسنا وعلى اي حد عنده مشكلة، لو كان كبير في السن او صغير او مريض وما يقدرش يطبقها على نفسه. حاول تغير حياتك وحياة الناس اللي بتحبهم بأبسط طريقة في أي وقت وفي أي مكان وبدون ما تكلف نفسك أي حاجة، لأن كل اللي محتاجه 5 دقايق. وافتكر على طول إيدك هي طبيبك.